فرضت الفوضى الأمنية نفسها على مجمل تفاصيل الحياة في العراق، وباتت تمثل تهديداً متصاعداً مع انفلات السلاح وغياب صوت القانون. وفي إحدى تجليات هذه الفوضى، اخترقت قوة من الميليشيات بزي مدني سيطرات محافظة الأنبار قادمة من محافظة واسط، لتهدد بقوة السلاح إحدى الأسر الأنبارية في منطقة حصيب الشرقية بذريعة وجود مشاكل مالية مع صاحب المنزل. يعني تفاجأت بأحد الأشخاص المدعو حيدر خلف عبد الحسين حامل ظرف بيده، فرمى الظرف قريب يعني عن يعني بعد 30 متر أو 35 متر، فقال هذا سلام لوالدك، ورمى باتجاهي يعني باتجاهي أنا وباتجاه المنزل 9 إطلاقات نارية، يعني قسم يعني قتل عمد قصية باتجاهان، يعني لو لطف رب سبحانه وتعالى يعني عند استثارت بأحد الحياطين مال البيت القريبة، يعني كان قتلنا أنا خلاص بموضوع كيدي لا صحة له لا من قريب ولا من بعيد. الدقة العشائرية التي تفتك بالمجتمع العراقي وتهدد نسيجه المجتمعي بدأت تتغول أكثر من خلال الاستعانة بالميليشيات تحت ذرائع واهية، حيث أكد مصدر في الأنبار أن هدف المنفذين هو فرض إتاوات على صاحب المنزل الذي يملك شركة مقاولات. ما حصل ليلة أمس من تعدي سافر تمثل بقدوم مجموعة خارجة عن القانون قادمة من محافظة واسط إلى محافظة الأنبار، وقاموا بفعل حقيقة تندى لها جبين الإنسانية جمعاء، عمل دخيل على محافظتنا وعلى القيم العشائرية وعلى القيم الأخلاقية، تمثلت بما يعرف بالدقة العشائرية. اليوم احنا نريد نشوف هيبة الدولة وين، هيبة الدولة اليوم مسلوبة. إذا يجيك شخص من واسط حامل سلاح الدولة وحامل باج دولة، هو منتسب أمني لدى الحكومة العراقية، يجي من محافظة إلى محافظة أخرى ليقوم بعمل إرهاب يصنف 4 إرهاب، إذن هيبة الدولة وين؟ السيطرات اللي موجودة على مداخل المدن ومخارجها وين هي؟ شنو دورها؟ وين دورها بس على المواطن البسيط تتفعل دورها؟ وجهاء العشائر في الأنبار استنكروا ضعف الدولة وغياب أجهزتها الأمنية إزاء ما حصل، متهمين سيطرات الأنبار باستعراض قوتها على الضعفاء وأبناء المحافظة، مستغربين دخول أفراد مسلحين يرمون الرصاص ويخرجون دون إلقاء قبض أو محاسبة. إن عشائر الأنبار لن تسمح بتكرار مثل هكذا أفعال وباستطاعتها ردع المعتدين أينما كانوا، ولكن تفضل أن تكون سلطة الدولة هي الحاكمة في بسط الأمن والقانون بما يحفظ هيبة عشائر الأنبار ومواقفها الأصيلة. وفيما لم تعلق القيادات الأمنية في محافظة الأنبار بشأن كيفية دخول المسلحين وعبورهم نقاط التفتيش والحواجز العسكرية على مداخل مدن الأنبار، يؤكد أهالي المحافظة أن ما حدث يكشف عن ضعف الدولة ويمثل جرس إنذار يؤكد جانبا من الأجندة التي تسير وفقها تلك الميليشيات المدعومة من الخارج.